النك حسين سماني شبشوب العرب، وعبد الناصر سماني شبشوب الجبار، والملك فهد سماني أسطورة العالم. حقق نجومية واسعة لم يبلغها أي شخص في زمانه. انتشر اسمه في أقطار المعمورة، وتصدرت أخباره عناوين الصحف وأغلفة المجلات. التقى ملوك ورؤساء الدول العربية ممن احتفوا به ومنحوه الأوسمة ولقبا ارتبط به في سجلاته الرسمية. حط لي عمر من شيخ خاسم وأحد فالحصول شمس معارف في الجواز في الهوية في كل حاجة. إنه البطل الإماراتي علي بن حسن شمشون العرب، ابن منطقة الشندغة في دبي التي ولد فيها عام 1938. بدأ استعراضاته الخارقة في البحرين التي انتقل للعمل فيها عام 1958، مروراً بمعظم الدول العربية مقدماً مئات العروض لآلاف المشاهدين. شت سيارة باللحية، شت سيارة بشعر الرأس، شت سيارة بالأسنان، مرور سيارات، دراع اليد، دراع الريل، تاكسي صخرة على الرأس، تاكسي صخرة على البطن. سجل حافل امتد عطاؤه حتى تسعينيات القرن الماضي، ليسلم بعدها الراية إلى أبنائه الستة ممن توارثوا موهبة أبيهم فدربهم عليها حتى تعلموا فنونها، فأسسوا فريق شمشون العرب لمواصلة مسيرته. حققوا فيه أرقاما قياسية أدخلت الإمارات موسوعة جنس للأرقام القياسية. لا وصلنا للعالمية كفريق عربي باسم دولة الإمارات، حققنا إنجازين عالميين اللي هو سحب الطيار الجامبو 280 طن أنا وأخوي حسن، وحطمنا بعد سحبنا شاحنة كبيرة 10600 كيلو بالشعر ودخلنا موسوعة جنس العالمية. طبعا احنا كفريق عربي دولة الإمارات العربية المتحدة نتمنى أن نكون تحت مظلة اتحاد تلم هذه اللعبة الكبيرة. واليوم وإن وهنت قوته فصار مقعدا وفقد بصره، إلا أنه ما زال ذلك الرجل صاحب البصيرة والعزيمة، رافعا بتثاقل يمناه التي لطالما حيا بها جمهورا عريضا اصطف بالآلاف لمتابعة عروضه في زمن تليد سطع فيه نجم شمشون العرب. 7 عقود مضت منذ أن ذاع صيت شمشون العرب، وبالرغم من مرور تلك السنين فإن اسمه ما زال حاضرا لدى أجيال كثيرة. كيف لا وقد رفع بجهود شخصية في زمن صعب اسم دبي والإمارات عاليا في سماء المحافل العربية. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، أحمد الطنيجي، دبي.